رمضان على الأبواب، فكل عام وأنتم بألف خير يا رب. إن شاء الله في عنا عملين راح نقدمهم في رمضان، ولسه يعني على جملة اللي حكيتها، لسه خلصنا فيلم اسمه خريبيش في ليبيا. يعني صورنا عن كيف هذا الشعب الليبي قدر انه ينتصر ويحرر بلاده من الدواعش وغيره. فادعوا لنا يا رب. شكرا.